عندنا حرايق للأسف. مسلسل ما بينتهيش، كل سنة في الصيف تقريبا، موسم ثابت، شهور ثابتة، في شبه أسابيع ثابتة، حرايق. بنصحى على حرايق ضخمة جدا جدا جدا، وللأسف كل مرة بيتأيد الفاعل ضد مجهول، لكن بصراحة أنا مش شايف إن هو مجهول ولا أي حاجة. الفاعل معلوم، ومع سبق الإصرار والترصد الفاعل هو الإهمال، الفاعل هو الفساد، الفاعل هو غياب الرؤية، الفاعل هو كل حاجة إلا المجهول. ليه؟ امبارح لما نلاقي ثلاث حرايق ضخمة، أكلم حضراتكم على ثلاث حرايق ضخمة، اتنين في القاهرة، واحد في الموسكي. طبعا مش معقول يعني الموسكي يغيب عنها حاجة زي كده، والتاني في نقابة التجاريين في القاهرة، ومصنع في برج العرب، وتقول لي الفاعل مجهول. لا اكيد لا حضراتكم. وبعدين بقى كمان احنا مش بنتكلم على منازل عشان خاطر نقول ان اجراءات الدفاع المدني والكلام ده، نقابة التجاريين دي حضرتك منشأة عامة، بالتأكيد لازم يكون في اجراءات فيها للسلام والامان. الموسكي، الموسكي الدائم يعني البطل الدائم في كل الحرايق، ومصنع، مين راقب مين شاف الله اعلم.